بابا الحق يا حبيبي. في ايه؟ سيد اخوك بيتخانق بره. سيد اخويا؟ لا لا اخوك. سيد اخويا؟ لا لا اخوك. بابا ايه يا حبيبي؟ مالك يا بابا؟ في ايه؟ مش عارف، اخوك اصله بيتخانق بره وموترني قوي. لا يا بابا، لا 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 يا بابا، والنبي هيغمى عليا. بابا ما يغمس عليك يا بابا. لا استنى استنى، اعمل الاغماء سيد الاخلاق. هتفضل طول عمرك فاشل. مش عارف بقى. فاشل جيجي يا ابو جيجي. ابو جيجي الفرح بيوجع مني. بيوعش ولا حاجه. والمتعه في الفرح بيوجع مني. ما تخافش يا ابني، شد الفرح شويه. حاضر. فين النبطشي؟ النبطشي؟ النبطشي فين؟ فكرتني، ده انا جايب لك نبطشي النهارده. اوعى. بعد التحيه صلي، وبعد السلام انا جاي اغني. صلي واروح. النبطشي مساء الخير. ايه ده النبطشي؟ اه بس هو النبطشي. انا مش حاسه نبطشي. لا هو نبطشي يا عم، والله نبطشي. ده بتعمل ايه يا نبطشي؟ مش تعالى كده، تعالى كده اجي لك. مساء الخير، اتفضل. فين المؤاخذه البني ادم اللي هنعلمه؟ فين؟ اهم حاجه في النبطشي ان هو يقول كل الاغاني بتاعته بصوت واطي، وكل ما تجيب اخر الاغنيه ترجع تجيب اولها تاني. ازاي بقى؟ وارجع تاني واقول لك. وعم حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. ايوه كده. اوعى اوعى تقلع اللي تحت. رهيب الولد، رهيب. ايه ده يا ساتر يا رب؟ ايه ده؟ هو ده عم حماده؟ لا دي البطه. ابو شيجي شد لنا الفرح شويه. حاضر يلا. ها اهو خلاص اهو. تمام تمام خلاص. اتاكدت؟ خلاص. هديك الحديده. ما في الدين الحديده. هتعرف تسوق الفرح؟ اسوق الفرح ازاي يا عم؟ لا والله هروح. خلاص خلاص هتسوق الفرح. هتسوق الفرح؟ هتسوق الفرح. عايزك تبقى هادي وطيب كده ماشي. حاضر. وركز. حاضر. خد الحديده. ايه؟ حاضر حاضر. امسي على ابو ثكلك. قابل يا معلم بتا نوني 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 نوني. قابل ضيوفك الحاج محمد البثوث والحاج ابراهيم البثوث اثر تجار السوس. الحاج محمد البثوث 200 شمع. 200 شمع ما شاء الله. 200 شمع للعريس. لا ده في اسبوع بنت اختك الكلام ده اللي انت عامله ده. راجل واقعي قوي. اقعد بدل ما يقل ادبي عليك. اقعد يا ولدي. اتفضل. اقدم بعد كده ايه؟ اقدم الرقاصة. الرقاصة؟ والان مع الفنون الاستعراضية والدراما الحركية الفاتنة جيجي. بوي. يا بوي. تعال تعال يا حبيبي. اكلوا ايه؟ اهربي 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 اهرب ليه؟ اهربي هياكلوك. انا شفت كل حاجة. شفت كل حاجة والنبي؟ شفت كل حاجة. صورت فيديو. صورت فيديو ايه؟ نفسي يا بابا. يا بابا ايه؟ يا بابا ابو جيجي. الو هنا. راح فين ابو جيجي من الراجل؟ حد زنع اختي. اختك الرقاصة مشيت. اختي الرقاصة مشيت. اسكت. امال امال مين اللي هيرقص؟ انا اللي هرقص. ايه؟ اهو تغيير. ادي خد يا ابوي. ها عنك يا اما اما
مزيكا. دوروا وشكوا عني شوية تاني وش وش بأكل من وش نظر بيا ولا ينكسكوش. دوروا وشكوا عني شوية تاني وش وش بأكل من وش نظر بيا ولا ينكسكوش. وعصير العنب 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 والمصعب الفرح بيوجع الفرح بيوجع والله. اخس عليك والنبي يا حزنبل. اليوم خلص. سيبه يقول لي حكاية البلبل. اليوم خلص. اخس عليك والنبي يا حزنبل. سيبه يقول لي حكاية البلبل. انت عايز تسمع حكاية البلبل؟ اه. سمعوا يا رجالة جوه. ايه ده؟ لا 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 ده غير الحكاية. تعالى يا ولد. بلاش الحكاية دي. سمعوا يا رجالة. يا معلم بتنوني. معلم بتنوني. امال الواد سيد بيبس الله يخرب بيته فين؟ ده فرح ايه النحسي ده يا اولاد؟ يا عم انت في ايه؟ ايه يا سيد يا بيبس؟ عايز انت مني؟ انت مش عابد؟ انت مالك انت عابد ولا مش عابد؟ ما تسمعنا حاجه يا سيد. سمعكوا حاجه؟ سمعنا يا ولد حاجه. النبي انزل لنا بعاديه، انزل لنا والنبي بالمزيكا الحلوه. احلى سلام على الناس الحلوه دي والناس الحلوه دي والناس طبعا الحلوه دي. ايوه ولعت ايوه كده. ديك الجيران كل يوم بيصحيني من نومي بضرب تسجاره بني وطلعت له من غير هدومي. اول ما شافني راح عمل فيها بطه فيومي وجاب لي مراته فرخه شمرتي بس لونها لبوني. قلت له اديك قال لي معليك. قلت له اديك يا ديك قال لي اسف معليك. عفو كيكو الله يا ابو جيج الله يا ابو جيج. ايه اللي انت لسه جايبها دي؟ ده ديك رومي كان معدي فكبرنا له يعني الحمد لله. انت مالك انت اخرج يا عم انت من هنا. انت مالك ده فرح من قلب 60 نيل. ابو جيجي شد الفرح شويه. عينيا الاثنين. عش الرجاله عش الرجاله. تعالوا يا رجاله نتعشى. عشيو يلا تعالوا يا رجاله. تعال تعال يا جيجي تعال جيجي. ايه انتوا؟ خد 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 روح معاهم يا بابا. سيد سيد انا اخوك. اه انت اخويا. عايز ايه يا اخويا؟ سيد انت اخر امل بالنسبه لي. عايز ايه طيب؟ علمني الغنى. بقول لك انت باحترامك وبصيدلتك دي مش هتنفع، لازم تغير مشيتك. ازاي؟ اديتني ركبك ورجع كتفك لورا واعمل رقبتك كده وعوج بقك ايه ده؟ بطريق بري واقف. امسك كده جرب. امشي يا عم انت. ايه يا عم انت ده؟ انت مش هينفع مشيتك دي خالص. انا بيت حمدي الوزير وانا عايز لك شنب بس وتعالى دلوقتي. تعالى يا عم انت هنا. يلا علمني الكلام بقى. وبعدين انت لازم تغير كلامك فعلا. ازاي؟ ما ينفعش تتكلم باحترامك ده. ايوه ازاي بقى؟ بتعرف تسوق؟ اه بعرف اسوق. لما عربيه بتعدي من جنبك بتعمل ايه؟ اه انت هتتكلم كده. ايه يا صاحبي؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت كويس؟ اي كلمه فاخره؟ انا بقدر اتكلم كده لحد امتى؟ والله العظيم انت بتعمل ايه ده؟ ايه اللي من الاخر دي؟ خلاص مش هتنفع انت باسلوبك ده والله العظيم. اصطلح لي الاغنيه الشعبيه. بص اهم حاجه في الاغنيه الشعبيه ان انت تجيب قيمه انسانيه وتهدها. ازاي؟ يعني مثلا اقول لك على سبيل المثال انا بحب ابويا وامي واهجر عليهم وابيع سيخ امي بس خلاص واسجن اخواتي. اخرس بقى. بس ممكن خلاص خلاص فهمت كل حاجه تمام. استغلنت ليها دعوه بالموضوع ولا لا؟ اه بقول لك ايه استنى اغني لك حاجه كده وانت تبقى تقول معايا نشوف اختبرك كده. طيب يا حبيبي ده اللي يخاف من العفريت برا 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 يقرا قران بسيط. وانت جاي تتوب هنا؟ معلش 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 خلاص 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 انا شغلانتي. شغلانتك دي لازم تجيب سيرتها في الاغنيه الشعبيه. ازاي بقى؟ يعني مثلا تجيب سيره شغلانتك في الاغنيه. اه ان انا صيدلي يعني. ان انت صيدلي تقول ان انت صيدلي في الاغنيه ما تتكسفش. انا صيدلي كده. اه اقول لك مثلا قول على اغنيه اديك في الارض اتفحر اديك في الحاره اتمحر كده. قول على الاغنيه دي اديك وفي كل مجال اديك في الكونجستال اديك جرعه فيتامين اديك في الاوجمانتين اديك 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 بالحقنه. هتعينا يا عم الاغنيه دي. خلاص هنعيا منك. خلاص ماشي ماشي بالراحه بالراحه. انت بس اديني مزيكا وانا هشوف الغنى. اديك مزيكا اخر فرصه ليك اقسم بالله. خلاص ماشي ماشي.
الليل والخيل والبيداء تعرفني، الليل والبغل والبيداء تعرفني، بنصبح على الفارابي وابني خلدون وسينا، بنصبح على الفارابي وابني خلدون وابني سينا وابني سينا وابني سينا سينا وابني سينا وابني سينا. بتصبح على الفارابي وابن سينا؟ ودي مين يوزعها على الاصفهاني؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش عارف اعمل حاجه، انا هرجع شغلانتي. شغلانتك؟ اه شغلانتي. انت فاشل 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 تن 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 فاشل تن تن تن. يا عم الواد ده فاشل. اه يا سيدي الواد ده فاشل. اه يا عم الواد ده فاشل. يا سيدي الواد ده فاشل. اه بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا. انا فاشل بس يا شيخ، ده انت فاشل النسخ. اه صح انت